تملي في حكاياتك؟ حاجة عن ناس مظلومين. ليه تملي الحاكمين في حكاياتك؟ غفلانين عن دموع المحكومين. انت قصدك ايه؟ قولي ربنا يطول في عمرك. وضحي. شعبنا مظلوم دايما في حكاياته، واحنا مش دارين بحاله ولا ايه؟ السماح والعقل. مالك يا بدون؟ خايفه ليه؟ اصلي ما اقصدش الكلام اللي سموك تقصديه. الحواديت دي قديمه، والكلام ده طلعنا بيه. جدتي كانت تقوله واحنا كنا ننام عليه. الكلام ده مش خيال، مش حكايات للتسالي في الليالي. الكلام ده فيه معاني، فيه رموز، فيه كنوز. الحكايات زي ما اعرف هي فلسفة الشعوب، كل شيء فيها حقيقي من القلوب. بدون كلميني عن حياة الناس، عن حالتهم في عيشتهم. عفو مولاتي الأميرة، الناس بخير. ده الكلام اللي احنا دايما نسمعه من الوزير، الناس بخير. بس حكاياتك يا بدون فيها معنى تاني. تبقى فين بس الحقيقة؟ لازم اعرف. في اكيد يا بدور طريقه. ايوه صح، اسمعيني، لازم اخرج من السرايا. بس يعني امين، بكره هلبس ثوب وسيط وتسبقيني تشغيل الحراس وعدي تحصلين نبقى بين الناس، وساعتها تفرجيني. عايزه اشوف الناس واشوف حالهم بعيني. بكره يا بدور. امرك يا مولاتي الاميره. اوعي تحكي لحد ولا تجيبي سيره. عيب يا مولاتي الاميره. يعني اتفقنا. يعني اتفقنا. بص اسكت ولحسن ضحكات ممكن تسمعوا لي هداه. بص اسكت ولحسن ضحكات هرجع عشان تكشف كل التقريبات. اصل حكايه وش الحال وحكايه فرط الرمال وحكايه بنت السلطان. كل حكاوي الخلق زمان ليها معاني وفيها كمان. كل حكاوي الخلق زمان ليها معاني وفيها كمان. احساس مرار في الانسان. يعني اللي حكوها ما حكوهاش لفتني وتعدي بلاش. اللي حكوه هو اللي عاشوه، واللي عاشوه طبعا حسوه، وده مضمون اللي بينعاش. وده مضمون اللي بينعاش. يا ترى عرفت بكره نشوف وحده اتنين هنعد قلوب. خرجت ايوه ورجعت طب وعدنا نعمل معروف. ووعدنا اعمل معروف. ووعدنا اعمل معروف. شوف يا بدور. وشفتي ده النظر غير الحكاية. هما دول الناس ودي عيشة الرعاية. ده الوزير بيقول عليهم أسعد الناس والبرايا. هو ده العدل السيد، هو ده كرم العطايا، هو ده الخير. الخير اللي بسمع عنه في طفولتي وصبايا. بقى هم دول شعبك يا والدي.
هما دول ناسك يا والدي، وانت عارف مستحيل، ده انت قلبك النبيل مستحيل يرتاح وشعبك كل ليل نايم ذليل. بس معقول، معقول تبقى مولانا الملك ودي مسؤولية وانت مش داري اللي جاري للرعية؟ يعني عارف تبقى كارثة دي القضية، انت عارف ولا تجهل والمصايب متدارية؟ يعني اقولك ولا خبي؟ من الحيرة اللي فيا. انت عادل ولا ظالم؟ انت تجهل ولا عالم؟ مسؤولية، مسؤولية وانت حاكم. يا ولد، يا مولاتي. وزير، يا وزير، أمرك يا مولاي العظيم. أمرك يسير. طمني، إيه حال البلاد؟ ووصف لي أحوال العباد. الناس بخير؟ طبعاً يا مولاي. مالهمش شكوى؟ مظلمة؟ أستغفر الله العظيم، معقول ده يحصل أو يكون في عهد مولاي المصون؟ الأمن طبعاً مستتب، والعدل بيساوي الصغير والكبير، والخير وفير، والبسمة فوق كل الشفايف يا وزير. طبعاً يا مولاي العظيم، الناس في أسعد حال وأهنأ بال، بيسبحوا بالحمد لله العظيم، ملهمش سيرة غير عدالة عهدكم، عهد الرخاء والعدل والنور والأمان، وبيسألوا رب العباد إنه يطول عمركم وعهدكم ويديم عليهم نعمته وحريته. بنتي الوحيدة يا وزير في شيء خطير بيهزها، معرفش ليه جواها إحساس إن شعبي مش سعيد، إن كل الناس بتصرخ من الفزع والصرخة بتسلسل في جدران الفضاء، بتشوف عيون الناس بيشنقها الهلع. ايه السبب؟ نفسي فدا مولاتي يا مولاي، دي مولاتي الأميرة درة العالم وجوهرته الشهيرة، بس ده على رأي مولاي المعظم حلم عابر في المنام، يعني مجرد كابوس. كل ليلة يا وزير تفرق كتير. صح يا مولاي، لكن صحبة الصون والعفاف طلع ورس عن جلالتك إنسانية شاعرية. مولايا دايما باله مشغول بالرعية، نفسه يطمن على الناس أجمعين، ودي مسؤولية. وكل ما الإحساس يزيد بالمسؤولية كل ما نشوف في المنام أحلام كئيبة. بس أنا ما بشوفش أحلام زي دي. مولايا عنده ألف حاجة بتشغله، يومه مليان، كل يوم من أوله عنده مليون شيء يوماتي بيعمله. مولاتي ما بتعملش حاجة، مولاتي حاسة بالفراغ، والفراغ أصل الملل. والعمل؟ بس تديني الأمان؟ قول يا وزير، أنا حكم من طبع الأمان. طبعاً يا مولاي العظيم. قول وفسر يا وزير. بعد ما احتاروا الأطباء كلهم في علاج لمولاتي الأميرة، كان محال إن عبدك ينسى أفضلكم عليه ويشوف عذاب مولاتي ما يفكرش فيه. طب ما دام الطب ما عرفش الدواء، طب يبقى ايه؟ ما هي دي المصيبة يا وزير، مين اللي يعرف ويداويه؟ ما هو ده يا مولاي المعظم مش مرض،
فمالوش علاج، ده فراغ. ومولاتي الأميرة حصلت سن الزواج. ما هي رفضة، رفضة. كل ما نجيب السيره دي تروح معارضة. لو ألحينا عليها يا مولاي محتمل تخضع وترضى. بس هي تقول موافقة. احنا نبدأ عرسها من النهاردة. حبيبتي يا حبيبتي، بس 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 بس، شفتي ايه؟ اه يا والدي، اه يا والدي، عذاب عذاب، صوت فظيع، صوت زي ما يكون صوت انين. ده انا بصحى من عز المنام على شيء مريح، ناس مدبوحين، بشوف وشوش مبرقين وعيون حزانه مدمعين، فيهم فزع، فيهم جنون، وبشوف رقابي مشنوقين. كابوس يا بنتي. الكابوس ده كل ليلة هو نفسه. يا ما بنشوف يا بنتي. لا يا والدي لا، مش كابوس، مش حلم من صنع الخيال. في ايه يا بنتي؟ في ايه؟ في ايه؟ سامع يا والدي الصوت اهو، وانا صاحية اهو. ده مش كابوس ابدا، يا قلات البشر بترج جدران الفضاء. الناس دي فين؟ وهي مين؟ في المملكة، في المملكة. في المملكة؟ مستحيل، معقول يكون في مملكتنا مظلومين؟ طب ما انت عارفة شعبنا بيحبنا وإيديه بتتقطع من التسقيف لنا، مش هو ده أكبر دليل على حبهم؟ ما هو ده الغريب، الناس بتهتف أيوه وبتسقف تمام، والخلق بتموت في الزحام. اكبر دليل على حبهم لو كان حقيقي. امال ده ايه؟ تسقيف مزيف؟ طب وليه؟ انا كنت بفرح بيه زمان لما اشوف الشعب واقف في الطريق واخد في حضنه موكبك، وكل ما التشريفه تمشي واحنا فيها كنت بفرح، والرعية مقطع التسقيف ايديها، كنت دايما عيني بتعد الايدين متركزة فوق الكفوف، واسمع غنى ولحن الحناجر بالهتاف، عاش الملك فلتح يا مولاتي الاميرة. منتهى الحب الحقيقي. اه يا والدي، اه لو تركز على الوشوش، لو قدرت تبص في عيون الرعية زي ما تكون فيه وحوش قدام عينيهم، بص في عينيهم تشوف كل رعب وكل خوف الإنسانية. مستحيل يا بولا نار، دي المملكة من زمان الأمن فيها مستتب، والأمان فارد جناحه على الصغير والكبير. يا والدي يا والدي، ده كلام الوزير، فيه فرق بين حال الرعية واللي بيقوله الوزير. ده كلام معقول يا بنتي؟ أيوة معقول، والدليل موجود. الدليل؟ عندك دليل؟ أيوة عندي، لو نزلت وشفت شعبك. الوزير بيقول يا بنتي. الوزير مسؤول يا والدي. أنا المسؤول. يبقى لازم تسعى وتشوف الرعية، لف مملكتك وشوف فيه مصايب مدارية. مستحيل يا جولانار. طب جرب يا والدي، مش هتخسر أي حاجة، رحمة بيا. من عينيا، من بكرة أنا هنزل الرعية، هنزل لهم واسمع كلامهم كلهم في كل كفر، كل نجع، كل بيت لو طلت أزوره. هاتي خريطة المملكة. دي خريطة مملكتنا. أنا مش هبص، هحط صباعي زي ما يكون على الخريطة، والمكان اللي النشان هيكون عليه من بكرة نقدر نبتدي جولتنا بيه. هنا هو كفر الغلابة. كفر الغلابة. كارثة، ما انت عارف ان ده مش كفر، ده احنا
مسميينه المقبرة. مفهوش يا مولاي ريحة حضارة. ايوه عاد مش بعيد، الناس هناك نسوا الكلام نسوا الزمن، ما يعرفوش احنا النهارده في اي يوم. ده مش بعيد الناس هناك ما يعرفوش لبس الهدوم والعمل. لازم يزور كفر الغلابة. ايه السبب؟ الست بنته في المنام بتشوف حاجات بتقوم من النوم بالفزع. قال ايه؟ عايزه تطمن على حال الرعاية. بتقوم من النوم بالفزع؟ طب ما تتغطى كويس. ورعية ايه اللي عايز تطمن عليها؟ مفيش رعية غير في كفر الزفت ده؟ دي البداية. يعني ناوي يلف؟ طبعا راح يزور كل الكفور في المملكة. لا ده هيشتغل لنا. لا ده احنا مش ناقصين قرف. مكان كويس مستريح، ناوي يتعب قلبنا. طب ليه كده؟ ده مؤاخذة يا مولاي بقى، انت لازم توقفه ويلزم حدوده. كل واحد فينا يعرف شغلته، هو الملك اي نعم، بس احنا اللي بنمشي الرعيه. ده مؤاخذة هو اختصاصه العرش والتاج دي كتير، والباقي مولاي الوزير ده كله من اختصاصك، والا تسيبها له تغرق فوق دماغه. يسيب ايه يا غبي؟ يا مولاي ده احنا بنشتغل لله. ده صح، ما هيئتك ولا مؤاخذة بدون حساسية بتكفي برسيم الحصان. بالظبط برسيم الحصان. يا فرحتك منصب ومركز؟ لا ده عطرف، عندنا مشاريعنا واقفة وضربتنا مستنيانا، ما ربط بلا منصب بلا زفت. واحنا قاعدين فيها من اجل المهية. فيها ايه تاني يا مولاي الوزير؟ المناصب يا عبيط، المناصب هي مفتاح المغارة، كلمة السر اللي تفتح اي باب. طول ما انا قاعد على قلب الوزارة كل باب مقفول بيفتح. انت ناسي التسهيلات والتشهيلات والقوافل داخله خارجه والمشاريع، كله ماشي. حد يقدر او يفكر او يقلب او يراجع ورقه واحده تخصنا؟ كله يمضي، واللي بعده واللي بعده، كله بيغمض ويمضي. مش دي فايده المناصب؟ ايوه يا مولاي، بس المفروض حاجه تانيه. ده احنا لو سيبنا المناصب مش هتفضل فاضيه طبعا. لا جلالته بعد اذنك راح يعين حد غيرنا، واللي جاي طبعا يهمه انه ينبش، والنبش لازم يطلع من تعرف بعدها ينقل ده كله للملك. يعني الغمى اللي احنا حاطينه على عيون السنية اللي جايين بعدنا راح يرفعوا ويفرجوا مولانا. صح، يبقى ضعنا. قلت ايه؟ برضو مصمم نستقيل ونسيبها تغرق فوق دماغه؟ فوق دماغه هو برضو؟ اهي طلعت فوق دماغنا ده اكيد. حلها لي حضرتك، عايز يزور كفر الغلابة نعمل ايه؟ بسيط، نزوره كفر الغلابة، هي شغلة. المهم نطلع بيه على اي كفر يكون عدل. فكرت فيها فكرة هايلة، ونفذها واتكل على الله هتنبسط. حضرته شايل خريطة المملكة والبوصلة ومحدد مكان كفر الغلابة بكل دقة. ايه ده بيشك فينا ولا ايه؟ مش هو يا قائد عموم الشرطة؟ امال مين يا مولاي؟ دي الست الأميرة جولمار، هي اللي بتخطط وبترتب ده كله. يعني ست بنته بتلعبنا؟ ان شاء الله هقبض له عليها بتقمه التهرب من التجنيد. المهم مين فينا اللي يغلب؟ اسمع يا مولاي انا عندي حل. قول. احنا مش قدامنا مهله اقول سنه، انا هعمل اللي في وسعي كله، هوصل الليل بالنهار. طبعا هو مش كفايه فيه سنه ولا 100 سنه، لكن عشان خاطر مولاي الوزير كل طاقات مملكتنا هندستنا اجهزتنا كله هيركز هناك. قبل ما تمر السنه انا مستعد اسلمك كفر الغلابه. احنا قدامنا الليلة دي وبس. نعم؟ من بكرة هيكون على الطريق موكب جلالته، والطريق محتاج يومين من هنا لكفر الغلابة، يعني بكرة وبعد بكرة. هي دي المهلة اللي عندي. جناب الوزير ده مستحيل. قائد الشرطة أفندم، انت عارف مش بحب اللي يقولولي مستحيل. هي يمكن كلمة مستحيل دمها تقيل، خليها جنابك انا مستقيل. مستقيل؟ عايز تسيبني في غرقتي وتنفد بجلدك؟ لا ده بعدك، الاستقالة تساوي عمرك. تحت امرك. هقتلك، لازم تموت. ما يهمنيش. مش خايف تموت؟ كلها لا مؤاخذة موتة. النهاردة بسيف سعادتك، بعد بكرة الموتة هتكون موتة أحقر. ضربة من سيف الحقير سيف جلالته، يبقى مش أشرف وأعظم ضربة من سيف الوزير؟ آه يا حقير، أنا كنت فاهم إن وقت الشدة تفتيني بحياتك، كنت واهم. لون أنا كنت أنت إيه؟ خلاص؟ نسيت؟ استغفر الله العظيم، ما نسيبش يا مولاي افضارك عليا. كان طول عمرك ولي النعمه صاحب كل فضل. بس اعمل ايه؟ اعمل ايه يا جناب الوزير؟ يومين اتنين يوصل موكبه لكفر الغلابه، راح زمان المعجزات. وحتى لو فيه معجزات
ما اعتقدش فيت كتير اللي هيحاول يزور كفر الغلابة يا مولاي الوزير. قائد الشرطة الهمام، انت محتاج معجزات عشان تعيش. ما يهمنيش، ما انا قلت لك بس تحليفك تديني ضربة بسيف سعادتك تدخل تزغرب بين ضروعي واستريح. زود الافضال، زود الافضال عليا وقت العبد اللي بيسبح بحمدك. هقتلك واقتل ولادك، اهل بيتك، كل اهلك، مش هيفضل طفل واحد من سلالتك. والعيال زباء ايه يا مولاي الوزير؟ قرايبك والخيانه على ابن ممدود من الاصول ومن الجدود. لما يوصل للي لسه بينولد لك النهارده يبقى لازم تنقطع من جدرها شجره عيلتكم، مش كده؟ ولا الخيانه نسيبها تتفرع وتكبر؟ انت خدت الكلام جد يا مولاي الوزير؟ ده انت تؤمر واحنا لازم نمتثل سبعا وطاعه. مش هتقدر. مين اللي قال لسيادتك؟ ده احنا تربيت دي سعادتك يا فندم. الزمان ده مش زمان المعجزات، احنا فوق المعجزات. كفر الغلابه محتاجين له سنين طويله. حمار، مين اللي قال لسعادتك الكلام ده؟ يوم بليله من النهارده لبكره هسلمك كفر تاني. كفر عمري ما شفتهوش، وان دخلته ما عرفوش. ما شفتهوش، ما تعرفوش، ما قابلتوش، ما كلمتوش، يوه يوه، قال يعني مش فاكرنا. امرك يا مولاي الوزير. امرك يا مولاي الوزير. حاضر يا مولاي الوزير. امرك يسير على الصغير والكبير. كفر الغلابه المستجير لو عزت يتلف بحرير، لو عزت نزرع فيه شجر ونحط فيه العصافير، لو عزت حنرش النجوم ترتر على ملاية السرير، لو عزت حنشيل القمر ونحطه فوق بيت الفقير. مولانا نشر، طب وايه يعني النشال؟ طب احنا ممكن نفرد النور والامان. وحترجع متطمن. نشن نشن نشن، ده انت منين ما تنشن، تلقى الخلق سعيدة وحترجع متطمن. نشن نشن نشن، قوله يا مولاي المسؤول، نايم متطمن على طول، عايش في العرض وبالدود والتدوير بيبين. نشن نشن نشن، كل طارق تمشي دايما راح تلاقيه حلو جميل والاوان. نشن نشن نشن، قوله يا مولايا غيرولي العتبايا، متذوق في مرايا من بيشوف ويخمن. نشن نشن نشن، من يا وزير يا وزير يا وزير، هيحل الفوازير الفوازير، هي العيشة حرير وانت صحيح مطمن. نشن 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 نشن. والله العظيم مشغول طول النهار، احزق في الغيط، يا دوبك اروح احط دماغي اتخمي دماغ. على رايك الواحد بقى عامل زي الطير في الساقي. والله واد يا ايه بتلعب يا هلا؟ ما تعرفش تلعب سجن. انا كده يا عم نوح. يا سلام كده تتزنق والدور يرم. لا لسه فيه قدامي دي. قدامه لعبه يا عم نوح. العب يا عم نوح كش زلطه. يا عم انت، انت شايف بس عمك وراسك ايه؟ والله يا عم علام في البيت ما شايف ولا حاجه. فرفش كده وما يهمكش. تصدق اصدق اصدق يا ساتر؟ بس اصدق ايه؟ تصدق ان انا امبارح بعد ما اتعشيت فطرت واتغديت؟ يا ريت انت تعيد بس كده كنت بتحلم. الله اكبر. يوم انا كنت نايم في البيت اللي جنبيك كده ماشي. يبقى فاضل عليك ولا مؤاخذته؟ هنخلصه يا عم نوح. يا سلام يا عم نوح. يا راجل يا الواحد كده والله يعني بقى شايل الهم. اه
اما انت مالك عندي حته نكته؟ نكته؟ اي والله. قول قول. هتضحك؟ ايوه. مره واحد قابل واحد قال له انت واحد. هقول لك اختها؟ لا قول لي اخوها. انا ما اعرفش اخوها. مره واحد دخل محل ازياء. ايوه. اشترى زي. ما تضحكش ليه؟ امسك. انت مش معانا برضو؟ امسك زبطك. العب يا واد. انا مش هلعبك يا حرام. انا حرام؟ اه حرام. ده انا زي ابوك. انا ابويا مش حرام. الحق يا اخوانا. مش بكلم حد تاني. ثم اشحشرك انت يا مصطفى. اسمع بقى ده كلام. الله. ما هو طبيط ما حبش. شغل النسوان مش علي. فاهم ولا انا فاهم؟ مالهم النسوان بقى؟ خلصي. خلصي من عبدك. اخرج حشاجرك يا حرامي. شاهدين الناس. جرايه بقى يا مصطفى. دي بتقول لي انا يا عم نوح، بتقول لي انا حرامي. ما تغدها سيره بقى يا مصطفى. دي هي الحكايه. الحكايه عاوز اعرف. جرايه هي ربطيه بقى ولا ايه؟ ما انا عاوز افهم. عامل ربطيه عليا. هو اللي يكسب حلال في الزمان ده خلاص يبقى كوخه؟ مص دم الناس بنسميه مكسب؟ انا ببص لما حد يعمل روح ما تتكلم. وبتشعبنا انا ليه بس يا مصطفى؟ عشان انت الكبير اللي فينا وانت اللي عارف كل حاجه. عشان انت الكبير اللي فينا وانت اللي عارف كل حاجه. يا ابني خلينا في البلوى السوداء التقيله دي يا مصطفى. طيب يا عملوه. طيب يا مصطفى. طب يا كفره ما اشوف انا بقى ولا انت؟ قول يا زين شفته فين؟ وانا بصغر ناحيه الضفه اليمين شفت جتة ملقاها زي القتيل. رحت لمملك شبكته وقلت اشوف وجريت عليه وانا كل خوف. قربت مين؟ زفتاوي مات. زفتاوي مات. زفتاوي مات. زين دوت الزفتاوي مات. زفتاوي ميت. بس ده مفتح عينيه. كمل يا زين. سيبك من الواد العظيم. اسكت يا عيط الله يضرك. زفتاوي مات يا عم نوح. يا ابني لا. زفتاوي متنيل عايش. والنبي زفتاوي متنيل عايش. ايوه متنيل عايش. بربق. اسكت يا واد. قلبت فيه لقيته متخشب عديده. اعمل ايه؟ اسيبه وامشي ولا ايه؟ واجيب لنفسي تهمه ليه؟ بصيت عليه ما اعرفش ليه. حسيت كده ان المنيل لسه عايش لسه بيطلع نفس. قلت الفقه على كتفي واجري على البلد. يا تفوقوه يا اما هيموت من ايديكم وتدفنوه. وانفت بجلدي من رزيه على المسا. حدوته حلوه مستفه. جرايه يا واد يا مصطفى. ده بتهزلي دماغك كده. واضربك كمان يا عم نوح. يا عم نوح طبعت على دراع من هنا. لو كانت الحدوته دي حصلت كده. جرايه يا واد. بيقول لكم قلبت فيه لقيته متخشب عديد. ايه من غير سبب من خشيب. تعرف تقولولي من خشيبه؟ بعد كلام بعد كلام هتصدقوه يا عالم؟ يا خلق اهو زفتاوي قدامكم اهو. ما تسألوه. ما تفوق يا واد. الله. ايه اللي سبق يا زفتاوي؟ ايه اللي انت شفته؟ قال شفت ايه؟ الله يغمك. انا فين؟ وحياة امك. رد قول لي الخلق ده يقل لي نابك.
طمنوني بس الاول، انا عايش لسه عايش. يعني ايه يا ابو رزاق؟ بيسفلتوا لكم السكه بالاسفلت؟ ايه عملنا لهم ايه؟
وده يطلع ايه ان انت بتقول عليها دي؟ اسفلت يابا، يعني زفت. زفت؟ زفت ايه؟ هو فين في الدنيا غيري اسمه زفت؟ انت زفتاوي. زفتاوي يعني زفت بس قاوي. ماذا يطلع ايه الزفت ده؟ الزفت ده مادة سودة بيفرشوها على الطريق. بالظبط صح. يا سلام يا فيتك، اقطع دراعي عن كل فاهم حاجة. ما هقول لك، هقول بتاع اللي بيعمل بس انت بتفهمش حاجة وتقعد تتكلم. بس اسكت بس يا شيخ، اسكت بقى. بس اسكت بقى. مولانا مولانا جاي كفر الغلابة، وعشان كده بيزفتوها وكمان زعلانين. جاي يعمل ايه؟ جاي يديني قرش هجيب له هدمة حلوة جديدة لأني. الله، هو ده بقى السبب في الجاي مولانا الملك؟ بقى زفت يعني اسفلت باللفرنجي. طب من النهارده بقى انا اسمي اسفلتاوي. يا ناس هتسمعوني ولا لا؟ مولانا جاي قلتوا ايه؟ اهلا وسهلا بيه، يشرف الله. ربنا ينور عليك يا اخويا. امال لازم نقابله المهرجان، نستقبله، نفرش طريقه بالورود. لازم نجهز كده خطبه استقبال عظيمه، وكم قصيده الشعر مدح في عزته وهمته وفضله العظيم. مولانا جاي بيقولوا جاي في قباه موكب كبير في الوزير، عشان جنابه يشرح الخير الوفير والسعد والعز الكبير اللي انتوا فيه. كفر الغلابة فيها عز يا اخوان. يا اخوان بس اسمع، قول يا عمر راح نعمل ايه؟ لازم يشوفنا على الطبيعة يا عم نوح، لازم نصرحه بكل حاجة، وكل شيء لازم يبان قدام عينيه. الله، لو مش عارفنا له عينين وودان اكيد. ايه ولا ايه؟ هم دول شغل الوزير. مولانا عايز اطمئن يطمنه، عايز يشوف الصورة حلوة يوريها له. يعني انتوا في عيون الملك حسب اللي بيقوله الوزير عايشين في خير، لابسين حرير، بتاكلوا في اصحاف من ذهب، ساكنين قصور فيها الخدم فيها الحشم. طب والعم؟ قول يا امل هنعمل ايه؟ لازم نقول مولانا جاي مادي ايديه، عايز ياخدنا حضن قلبه كلنا. مش كل واحد فينا عارف مشكله وايدينا في النار كلنا؟ ما هي ايد لوحدها مستحيل تقدر تسقف، كل الايدين لو سقفت تعمل عجب. كل الايدين لو كل واحد فينا يعرض مشكلة ويقول لي مولانا الملك أنا فيا إيه وناقصني إيه؟ أنا عاوز ألبس هدمة حلوة جديدة لأبني، وأنا ممكن أتكلم وأقول بالكهرباء. خلونا نبقى لا مؤاخذة في المجاري. عدم المؤاخذة اخترت صح. أنا أزمة الإسكان بتاعتي 54 سنة كاتب كتاب. يخرب بيتك. أنت خش على العرض مش لاقيني خل فاضي. خوفي لا تترك قبل ما ربنا يديك انت العمر يا عم نوح. وانا هلفه حلوه تتقش هل بيسال العيد وعين والجهز ولا حد قد. يا سلام لو كل واحد فيكم قال، يا سلام لو كل واحد فيكم يتحول لسان واثق وحاسس بالامان. مولانا نفسه تقولوا قولوا، سمعوه صوت كل وحش من زمان. لو سمع منكم اللي فيكم مش هيدي ودانه تاني للوزير. كل شيء لازم يبان، وساعتها صدقوني الوزير مش بس هيطير، ده الوزير مولانا هيسلم رقبته يجزها سياف جلالته، ومش بعيد قدام عينيكم. قلتوا ايه؟ لازم نقول. قلتوا ايه؟ لازم نقول. كله هيحوز القبول. قلتوا ايه؟ لازم نقول. كله هيحوز القبول. اللي عارف مشكلة يا ناس يقولها بالاصول. كل واحد فينا ممكن يبقى مبعوث او رسول. استعدوا خلوا بالكم موكبه في سكة وصول. ده احنا لو حنقول نقول شيء ما يدخلش العقول. يا مدقت يا ابن والدي فوق جميع الروس طبول. هي موتة وعمر واحد مش هيقصر او يطول. يبقى لازم كل واحد فينا يتشجع يقول، وفي ساعتها شد بنتي راس بضربة سيف تزول. راس وزير طارت يا كبدي، ولا دي راسك يا بول. راس وزير طارت يا جدي، ولا دي راسك يا بول. I'm gonna get out of here.
عارفين اللي فيها والمشاكل اللي فيها كلنا بنحس بيها ولا ايه؟ ايوه طبعا. قول يا زفتاوي. كفر الغلابه يا عطشان. كويس يا زفتاوي. زين الفلوس مش مكفيانا. عم نوح المفك النهويات. مصطفى المجار المجارب غرقان. دنيا الكهرباء يا مولانا. عيب الشوارع تعبان. أيوان قولها تاني. الشوارع تعبان. أيوان الشوارع يعني إيه؟ وتعبانة يعني حلوة مش كده؟ لا مش كده. والله ما تقولي له هو أنتم عارفين شو تقروا؟ أنا طلعت هجمة حلوة. خلاص يا عيد خلاص مش مهم يا عيد. ارفع أنت اليافطة بس. كل واحد فينا ارفع يافطته. أهي بعديها ينطق جملته. وساعتها بقى هتشوف اللي يحصل لما مولانا الملك يغضب ويسأل. ايه ده كله يا وزير؟ كل ده في كفر الغلابة وانت ساكت؟ انت مجرم. انت خايف. انت لا تصلح وزير. انت تصلح ايه؟ لا لا تصلح ولا حتى مولة سرير. كل ده لا اصلح مولة سرير. هو ايه الحكاوه؟ ايه يا امل انت؟ انت مش قلت لنا راح يقطع رقبته؟ صح على صح. مش مهم يا زفتاوي مش مهم. امال ايه المهم؟ المهم الغمه تنزاح عن قلوبنا. احنا ما احنا السفاحين شعب طيب يكره الدمويه دايما. كل واحد فينا قلب والحياه حوالينا دايما مهما كانت نبض حب زي بعض. مولة سرير مولة سرير. والله وانت يا ابو خليت البشر زي الحجر. اسمك ايه؟ مش مهم الاسم. طب ايه المهم؟ الانسانيه. كلنا بنتولد من غير اسامي. يفرق ايه زيد عن عبيد؟ يفرق كتير. ده احنا سياده الوزير اللي بنحط الفوارق والحدود. انت عايز تبقى راس الواد ده من راس الملك؟ جدنا في الاصل واحد. سيدنا ادم. فيلسوف. مش فلسفه دي حقيقه واضحه. بس ليه دايما الانسان بينسى؟ تفتكر ايه السبب؟ الطمع. المؤاخذه يا صاحب السعاده. قصدك المنصب وحب المال عميلة. اللي عنده واللي فوق صنف غير كل اللي تحت. كلمتين حلوين حقيقي. انت من كفر الغلابة؟ انا غلبان للغلابة. انت عارف ان مولانا المعظم جاي يزور كفر الغلابة؟ ايوه عارف. ايوه عارفين كلنا. يعني ضيفكم مش كده؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. واللي جاي له ضيف يزوره يسد نفسه بالشكاوي في اليخطي؟ لا دي عيبه في حقه. في يخط تانيه تعبر عنكم عن كرامته عن طيبتكم عن سعادتكم بتشريف جلالته وسمو الاميره. فين يخط اهلا وسهلا مرحبا عاش الملك؟ هو جاي يسمع هتاف ولا جاي يسمع مواجع ولا جاي في رحلة استجمام هنا في قفر الغلاب؟ لا هي دي ولا دي ولا دي. جاي يفرج بنته ويوريها الشعب وقد ايه الشعب حبه. والكلام ده اكيد اكيد يحرق جلالته. احنا ما بنحرقش حد. احنا بنقول الحقيقة. ايوه بنقول الحقيقة. هي دي كل المشاكل؟ في كتير.
اكتب لي الشكوى بكل طلبات البلد. ما كتبنا 100 مليون عريضة. قائد الشرطة. أفندم يا مولاي. حد جاب لك أي حاجة؟ ما حصلش يا فندم. ما بعتناش أي وفد. حد جاني؟ لا بقى ده كلام خطير. أول ما نرجع هعمل التحقيق بنفسي. يظهر المسألة فيها تواطؤ أو تباطؤ. ده على فرض إن في حسن النوايا. لا مفيش حسن النوايا. أنت يظهر متأكد. والأدلة تحت إيدك. وأنا محتاج للأدلة. إمتى نتقابل ونسمع؟ قصري مفتوح تحت أمرك. وأنا محتاج شاب زيك. في حماسة، في رجولتك. شوف يا صاحبي. أنت فيك مني يا شبابي. فكرتني فعلا بنفسي. الذكاء، العبقرية، شخصيتك عجباني جدا دي الحقيقة. مملكتنا في احتياج للعبقرية. في مناصب محتاجاك متفصلة على قد مخك. هوب تبقى معانا فوق. واللي تحت يتنوا تحت. أنت مالك؟ أنت هتعدي النظام الكون لوحدك؟ ربنا خلق اللي فوق يتحط فوق واللي تحت يتحط تحت بحكمته. لا يا مولانا الوزير. اللي فوق لازم يفوق ويحس بالدمعة في عيون كل اللي تحت. يعني لازم نشتكي ومولانا يسمع. يسمع إيه؟ أنا كنت بفتكرك نبيل. هو مولانا بيسمع أي حاجة غير كلامي؟ الودان السامية دول متفصلين على قد صوتي ما أنت عارف. قلت إيه؟ خليك جدع وفكر في نفسك. سيبك أنت من الكلام ده. ده شعارات وتهورات وتهيؤات وبتنتهي في السجن والتعذيب. خسارة. بلا دوشة وقلبة مخ. بس برضه كل شيء في الكفر ده مش ماشي صح. لازم نعلم. أوعدك. والأوامر مولانا جاي يسمع. ما تيجي نسمعه أحلى الكلام. أنت بس تقول لهم هيقولوا زيك كله صح وإحنا ما بنكدبش. كله هيبقى صح الصح فعلا. اتفقنا مش كده؟ قول لهم. أمرك أمرك يا مولانا الوزير. اسمعوني كلكم. سيدنا الوزير أعظم وزير على طول تاريخ المملكة فاتح لكم قلبه الكبير. حافظ مشاكل كفرنا ومعاه حلول لكل شيء. اختشوا. هي دي اخلاق القرية؟ مولانا جاي. مولانا جاي يعني ضيفكم. جاي يزوركم. نفسه يسمع كل خير. قلتوا ايه؟ يا سلام. شوف الفصيح ابن الفصيح. ضرايب زين ضرايب. هو عنده حق يا عم نوح. عنده حق. ده كلام وضحك على الدقون. مولانا يجي ويمشي بس وبعدها متشكرين. معقول كده؟ ايه الحكايه يا امل؟ ما تقول لنا. ما هو قال يا ناس. ما هو قال دي قال كل شيء هيبقى عاد. ايه عايزين اكتر من كده؟ كل شيء هيبقى عاد. بس انت موت يا حمار بقى لحد ما يجيك العليق. بطل نهيب. والله الصياد انت الهبل. ايوه الهبل يا عم نوح. ايوه الهبل. وانا الهبل وانت لسه ما انهبلتش. طب مصطفى ما انتوا كلكم عارفين مصطفى. ايوه. لكن امل ايه اللي صابك يا امل؟ الفرصه جت والفرصه تيجي مره واحده في الحياه. فاهم يا كفر؟ الدنيا دي فيها ناس وناس. صنف اسمه فوق وصنف تاني اسمه تحت. انا وانتو من الناس اللي تحت. سيدنا الوزير بخبرته ونفس بصيرته في البشر ودي شغلته شاف ان انا منفعش تحت. معروض عليا اتبرى منكم واتنقي الرؤيه اللي فوق. بس اخرسوا ما تنطقوش. سامعين؟ سامعين يا ناس؟ مستحيل. معقول امل بقى البلد؟ استغفر الله العظيم. لا يا زفتاوي انا بحاول اثبت لكم ان ايد لوحدها مش ممكن تسقف. كل الايدين لو سقفت تعمل عجب. لكن انا مشتريكم مش هبيعكم. ارفض اطلع فوق جيتاتكم. مش نقولي بس قولوا واصرخوا. اقبض عليه ده صنف كلب. قبل 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 مش كل واحد فيكم عارف مشكله وايديكم كلكم. امل خدوه يا ناس. امل امل الفرصه جت والفرصه ما تجيش مرتين. ما تضيعوش فرصه حياتكم. ما تسكتوش ما تسكتوش. Thank you.
ولا كلمة ولا حرف ولا نفس. ليه تنفس هتقول رقبته فورا؟ بشوف انا على كفر الزفت اللي احنا فيه ده. قائد الشرطة! فندم يا مولاي. مولانا جاي؟ عارف يا مولاي. لازم اكون في موكبه. ودي مسألة موت او حياة. رسم لي كفر ما شفتهوش. كفر دخلته بعد ساعة. ما عرفوش. اعمل عمايلك كلها. ان شاء الله حتى تغير الناس اللي فيه. دي شغلتك. وفي سلطتك كل اختصاصات الوزير. تؤمر تطاع. حتى بما لا يستطاع. تؤمر تطاع. حتى بما لا يستطاع. قال له اعمل ايه؟ قال الوزير لقائد الشرطة الهمام ارسم لي كفر ما شفتهوش. كفر دخلته بعد ساعة ما عرفوش. ان شاء الله حتى تغير الناس اللي فيه. طب يعمل ايه؟ لازم ينفذ. ما انت عارفة. وانتوا عارفين كلكم. لازم ينفذ. غصب على عين جدي جدو. بس هل يقدر ينفذ؟ بس هل يقدر يغير؟ بس هل يقدر يصور كفر تاني؟ كفر غير كفر الغلابة المعجباني. اهو ده اللي جاي. جاي فين؟ جاي في الفصل اللي جاي. الصراحة. بالظبط الصراحة. واحنا نزلنا الصراحة. منورين كل المكان. مشرفين والله. زمان شفتوا اللي فات؟ لا ده اللي جاي احلى من زمان. اهو كل شيء قدام عينيكم ايها الساده الكرام. ادي معجزات المعجزات. لو تسمعوها في حكايات اقطع دراعين حد صدق. بس اهو كله على عينك يا تاجر. خلوا بالكم من اللي جاري. كله شغال بالاوامر. قائد الشرطه القراري من زمان طول عمره شاطر. ياخد الامر الوزاري يعمله ولا سحر ساحر. هوب يرسم لك شوارع. هوب ينقش لك عماير. امال ايه؟ ومش الوزير قال له انه بين ايديه كل اختصاصات الوزير؟ وخاصه يا سادتي ان الوزير هابر كمان كل اختصاصات الملك. يعني تقدر تقول هو الملك. ده بالاضافه الى ان الملك بيشوفنا بعيون الوزير. بيسمعنا بلسان الوزير. بيقول علينا زي ما يقول الوزير. كويسين ومبسوطين ومرتاحين. بس الصراحه الحقيقه والتاريخ ان الوزير راجل امين. سيد مولانا الملك حبه حاجات مش هينين. يتزكى اسمه على الفلوس. تحط صورته على الحيطان. وبيدعي له في المساجد والكنايس كل وقت وكل حين. وبيهتفوا له كل ما التشريفه تطلع اجمعين. طب ايه؟ هينهب. حلو يابا. خش على كفر الغلابه. شكرا. هدمك كتير. اخلي الله. خلي فين؟ اخلي. بالظبط. يا مصطفى شايف الهدمة الجديدة يا مصطفى؟ في القواميس. انا مولود من غير احاسيس. انا ما وصفتش في القواميس. انا مولود من غير احاسيس. تفرح تضحك ابقى تعيس. انا حاجه كده شبه الكواميس. انا ايه اللي يشوفني بيغمى عليه؟ قلت لي ليه ليلتك سودة عملت نبيه؟ أنا في حقيقة أمري وباء، سمي زعاف من غير ترياء. أنا في حقيقة أمري وباء، سمي زعاف من غير ترياء. أعشى أخلي الكل أعداء، وأكره أشوف مخاليق سعداء.
حركم، زمان التشريف يا جاي. حسكوا انكم حاجه تبان لاولتيكم في 60 داهيه. حسكوا انكم حاجه تبان. اشرحكم، اقطعكم، اضيعكم. شغلوهم، شغلوهم، شغلوا الترابلة. اي واحد بس ينطق كوموه بندقيه. اي واحد من حسالة الخلق دي كلب مات، كلب مات وما جتش ليا. ما وريتكم النجوم والشمس طالعه؟ حاضر، استنوا عليا. ما خليت الحياه حواليكم ولعه؟ اما ما مررتش عيشتكم؟ اما ما سودتش حياتكم بالتفنن في الاذيه؟ بقولوا بقولوا، انا عايزكم تقولوا. التشريف زمانها جاي، انا عايز واحد بس ينطق، عاوز راجل ينطق. واعملوا اللي في مجتهد، كل اللي عايزين تعملوه اعملوه، انا بقول لكم عايزكم تعملوه. طيب يا كفر، حاضر يا كفر. لما رجعت الصراصير تاني للشقوق مش هعيش في الدنيا يوم، وحياه ابويا. بس سمروه، بس سمروه يا كفر. اليوفر حاضر، اليوفر امرك يا مولانا العظيم. اليوفر حاضر يا فندم. اهلا بالباشا. هو انت كاتب لي يافطه طويله عريضه طول بينا، كاتب عليها كفر الغلابه عطشانه؟ طب شوف بقى عطشانه ليه؟ الى رؤيه مولانا العظيم. صلح، ده الادب، هو ده الادب. اللي بعده، اللي بعده. الفلوس مش مكفيانا. كاتب شكوى يا كان التشريف يا جايه، والملك جاي عشان يشوف البلد ويزورها، وانت كاتب شكوى طويله عليه. دي الاصول برضه، هي دي الاخلاق. وسع خطاط، وسع خطاط. طبعا امرك يا مولانا العظيم. صلح لي يا افطر. حاضر. قال لي عارف فلوس مش مكفيانا وبس، بل وزياده. امرك امرك، اكتب عندك الفلوس مش مكفيانا وبس، بل وزياده. ولكن امرك يا مولانا العظيم، امرك. لا ده انا ممكن ازعلك. اخرس، اقعد. حوشوا، حوشوا وتكنزوا. صوروا الفلوس على قلبكم حطق من قدر الفلوس، جت كبرازيه. اللي بعده، اللي بعده. هو انا اللي بعده؟ اخلص. مش نفسك تخش على العروسه؟ قوم خش. لا اله الا الله، لأول مرة أشوف اللحم الصومالي المستورد حي. المساكن إيه يا جدو؟ المساكن لهوية يا سلام. المساكن لهوة كيان. وأنت مالك من المساكن؟ ولما أنت تسأل على المساكن، مين اللي يطمن على القرافة يا جدو؟ مالك أنت من المساكن؟ طيب. راجل كبير ومحترف. خش خطاط، خش خطاط. طيب يا اخوان، ده انا نفسي اخش على العروس. يا عم، يا عم خش على الخطاط الاول. طبعا امرك يا مولانا العظيم. صلحوا لي يا افطر. حاضر حاضر. خلي قالوا المساكن لهويانا من جمالها. امرك امرك، اكتب هذا، اكتب يا خطاط اللي احسن تجدي وتجدي. لا يا ابني، خش على الخطاط. احنا كنا ناصرك الكهرباء يا مولانا. ظريفة يا نجف، بس كمليها.
كمليها وقولي كترة. شفت يا سي زفت تاوي كل اليوفة تتصلح والبلد قدام عينيك تحفة هايلة تنورت وطلع لطف. ايه لزوم العكنان؟ مش فاهم. ايه لزوم المناخ؟ شايف مصطفى اعقل ولد في الكفر كله. مصطفى امرك يا مولانا العظيم امرك تهايل.
الله يخليك يا فندم، الله يبارك فيك يا فندم. انت مشمول بالرعايه. ربنا يحفظ ابوك، ربنا يحفظ ابوك. كلب ربنا يحفظ ابوك. كلب كلب بس يوصل برضه كلبه مهما يحصل. يا سلام، حتى لو حطيته في قروسكم جميعا. لو خليته حاكم على البلد دي. مصطفى. امرك يا مولانا العظيم، امرك. اعتبارا من تاريخه. ايوه. وبما اني مفوض بسلطات السيد الوزير. امرك. انت. ايوه. اقصد حضرتك. العفو يا فندم، العفو. حاكم على كفر الغلاف. معقول حاكم؟ عاش القائد العام. عاش القائد العام. عاش قائد عموم الشرطة. يا من هقول يا اخوي، كلنا هنقول يا صاحبي. مش كده يا ناس؟ مش عمل اي نقول، مش عمل اي نقول، لازم نقول. انتوا مالكم واقفين متنحين ليه؟ لازم نقول يا ناس، لازم نقول. اوعوا تقولوا لي تغيير اليوفا قدام السبب. قولوا الكلام بالالسنه مش باليوفا. هو احنا ناس ولا يوفا؟ ها قلتوا ايه؟ قلتوا ايه؟ قلتوا ايه؟ طبعا ولا كلمه ولا حرف ولا نفس. يا ابني اللي يعمل كل ده عامل حسابه لكل حاجه، مش هيقدر حد فيهم حتى ينطق. وانت راخر زيه، وانت راخر زيه. انت هتقول اللي انا عايزك تقول. انا مش هقول غير الحقيقه. انت هتحرك شفايفك وبس، انما اللي هيطلع ساعتها حاجه تانيه عكس ما بتقول تماما. صوتي لازم يتسمع، هصرخ بعزم ما فيا. طز مهما تصرخ صوتنا اعلى. صوت امل كان اعلى واعلى. يا امل يا امل يا امل. هاتوه، هات. Thank you.
الغلابة يا مولاي. هو ده كفر الغلابة يا وزير؟ آسف يا مولاي العظيم، عزتك نشنت يومها على الخريطة وقلت نبتدي من هنا، ما قدرتش استسمح جلالتك، كان بودي نبتدي من أي كفر إلا من كفر الغلابة. هو ده كفر الغلابة؟ آسف يا مولاتي الأميرة، أنا المقصر، مش بزوره ومش بتابعه، أهملوه والذنب ذنبي. أهملوه إزاي بقى؟ صوروا لي الكفر جنة كل يوم تقرير مزيف. قصدك إيه؟ في كفور بالشكل ده في المملكة؟ حاشا لله، مستحيل. هو ده الكفر الوحيد، كفر ناشئ لسه بنحاول نعالجه. كل شعب المملكة لابس كده؟ هجمة حلوة يا عم هاي. ايه ده كله يا وزير؟ السماح والعفو يا مولاي، احنا لمين الغلابة كلهم في الكفر ده. دول غلابة يا وزير؟ ايوة يا سمو الأميرة، ايوة دول حسالة كل شعبك. انت هايل يا وزير، ازاي اكافئك؟ الرضا يا مولاي اعظم مكافأة. جولة نار، الشعب هو يا جولة نار، شايف السعادة يا جولة نار؟ بس ليه ما بينطقوش؟ قائد الشرطة فنم يا مولاي، تقدم. تحت عمرك يا مولاي. سمو الأميرة عايزة تعرف هما ليه ما بينطقوش. ربنا يطول في عمر سموكم، ده بس من فرط الأدب سنو البلد بأنهم ما ينطقوش. فيهم كبير هو اللي يتكلم باسمه. هو فين مصطفى؟ الله يطول عمركم، الله يبارك عهدكم وعدلكم، ويخلي مولاتي الأميرة جل نار عين الحياة شمس النهار. احنا عبيد خيرك يا مولانا الملك، وعبيد عظمتك يا وزير المملكة، وعبيد لخير مولانا القائد العام حبيب. حلو ده، ده مصطفى. ايه مصطفى؟ مصطفى ليه سيادتك حمرت ان احنا عينه حاكم على كفر الغلابة يا سيادة الوزير؟ ايوة فعلا، ده يا مولاي المعظم مصطفى خيرة شباب كفر الغلابة. معرفة علم ادب، الله يبارك، دارس علوم الشرق وعلوم العرب والغرب من فن وادب، ومعاه يا مولاي 3 دكتوراه في الفلسفة. هايل يا ابني، هايل هايل. ربنا يحفظ لنا مولانا. فيه كان والده الله يرحمه حاكم على كفر الغلابة، ولما مات الله يرحمه أنا كنت هبعت للبلد حاكم بداله، بس أهل الكفر طلبوا مصطفى يقعد مكان والده الهمام. ما قدرتش أنسى توجيهاتكم ونزلت على رأي الرعية وقلت عين مصطفى. حصل يا قائد عام؟ تمام سيادة الوزير، تمام هادم، تمام. نسمع كلام الناس. السيد نائب الشعب الأمين المتحدث الرسمي الحاكم العام لكفر الغلابة السعيد فليتفضل. وانا
نزاهة وكرامة أعطيتنا خيرا وفيرا لفنا، أعطيتنا عيشا هنيئا لينا، فصنع عليك صغيرنا وكبيرنا، وصنع عليك قوينا وضعيفنا من جود ما أعطيتنا وما أخذتنا. مولاي إنا نحبك، إنا نحبك، إنا نحبك طائعون مخيرون، ونحب أنفسنا ونحن مسيرون. لولا هواك، لولا هواك بكل قلب ما مضى في الخط قلب وتجرعنا المنون. يا أيها القادم بالسعد وبالأمن لنا، إنا لعهدك شاكرون وذاكرون. والناس يا مصطفى. أيوة والله يا سيدي، يا الناس الفلوس اللي مش مكفيات لحد أنا حاجة ولا كذا. الناس يا مولاي أسعد الناس معي. أيوة مش. إيه المشاكل؟ إيه يا مولاي؟ مشاكل؟ المشاكل. مشاكل؟ إحنا عمرنا ما سمعنا كلمة زي دي. يعني النواقص. نواقص؟ كل شيء في الكفر كامل يا مولاي. ما أنت مولانا شايف ده هو على الطبيعة. فين بقى الحال المائيين؟ كله هاي يا مولاي، كله هاي. أي والله في بلاد ما فيهاش مشاكل، في حياة من غير مصايب. شيء أليم ده، كفر ده ولا النعيم؟ اتفضلي مولاتي، اتفضلي مولاتي، شوفي بعين سموك. لو وصلتي لأي شيء مش ماشي صح استقالتي. استقالتي يا فندم. استقالتي يا فندم. أي والله. إيه يا بنتي، ما انت شفتي؟ ربنا خلينا مولانا الوزير ايده بتحل المشاكل. انت هايل. الله يحفظك. وانت هايل. بص يا والدي اللي مكتوب في اليفط. كفر الغلابة عطشانة الى رؤية مولاي العظيم. المجاري مغرقان. بالخير العميم. يعني ايه يا وزير؟ ازاي خير عميم المجاري؟ سمعت؟ نعم؟ سمعت؟ ايوه هل جاوب. انا هل؟ ايوه. يا سلام. والدينار، الدينار ما عاد له قيمه في الايدين. ايه الكلام ده يا وزير؟ انا بقترح مولاي يؤمر اولا بمضاعفه كل الضرائب، ثانيا يا مولاي تخفيض الرواتب، ثالثا زياده الاسعار، ساعتها الفلوس ترجع قيمتها. وانا بقترح بعد اذن جلالتك، اذا كان لي ان انا اقترح وغرض اقتراح في حضور جلالتك، ان جلالتك تؤمر ان احنا نخفي كل السلع
ونخلي كله بالكارنيه، كل مواطن معاه كارنيهين، كارنيه ابيض وكارنيه احمر. الكارنيه الابيض عشان الحليب والعيش، والاحمر عشان البطيخ. ده يا فندم ده يعمل ايه في حد ذاته؟ يعمل كتير يا فندم، يعلم الناس النظام، يعلم الناس الاقتصاد، والصبر ساعتين في الطابور، بالإضافة إلى مال الطابور من فوائد أخرى جمع. إذ أن الطابور بيوجد بين الناس تعارف وتعاطف وعلاقات. واحد يخرج الساعة 6 الصبح يجيب لي غفين عيش يرجع الساعة 8 بالليل. إن شاء الله. بالإضافة إلى مال الطابور من فوائد أخرى جمع. لأنه يساعد على معرفة والدراية بقواعد لعب الكبشينة والدومنة والطاولة. يقف في الطابور ويسيب واحد يقف بدل روح يلعب وطاولة طول النهار. بالإضافة إلى ما له من إضاعة لأوقات الفراغ. من هنا يا فندم مش هيلاقوا وقت إنهم يرموا الفلوس بقى في الشوارع. كل سنة طيبة، الحمد لله على السلامة. الكلام ده صحيح يا والدي؟ صحيح. يعني انتوا عايشين مبسوطين؟ مبسوطين. مالكمش شكوى؟ اي شكوى؟ ضد مين؟ ايه؟ ربنا يزيدكم. امين. طب وانت؟ انت عايشه ازاي؟ ده احنا يا مولاتي حلو. هو ايه اللي حلو؟ كله حلو. عايشه حلو. واكله ما هو كله حلو في حلوه. أنا في الحقيقة يا وزير أنا بك فخور. شكرا يا مولاي. فعلا أنا في غاية السرور عليك نور. مين كان يصدق إن ده كفر الغلابة؟ أنا متهيألي إن الكلام ده كده زي ما يكون حلم. عليك نور. فعلا ده بيدل على المجهود اللي أنتوا تبذلوه. رجالت فعلا مخلصين وسهرانين على خدمة الناس أجمعين. الناس يا مولاي على دين ملوكهم، واحنا بنحاول نكون قبضة شعاع من شمس مولانا الكريم. ايوه فندم، الناس على دين ملوكهم، احنا بنحاول نكون قبضة شعاع من شمس مولانا العظيم. ربنا يخلي ساعتك على السلامة. اشهد يا وزير انك اخلص وزير. العفو يا مولاي العفو. انا ورجالتي اسرى خير جلالتك. يا فندم هو رجالته انا ورجالته كل الرجاله ورجالتي اسرى. كل سنه وانت طيب، الحمد لله على السلامة. احنا وسعيد مروه. اصرف لرجالتك جميعا مكافأة 10 ايام، ولا اقول لك خليها شهر. ألف شكر. عاش الملك. عاش الملك. عاش الملك. عاش الملك. عاش الملك. عاش الملك. سامعين يا ناس؟ سامعين؟ جهلك في الصمت ردوا. قلتوا إيه؟ مفيش كلام؟ مالكوش حناجر ولسانة زي البشر؟ ولا أنتوا فعلا سعداء؟ عايشين في جنة ربنا دون البشر. مبروك عليكم كل شيء، العدل والحرية والخير والرخاء. الله يزيدكم من نعيمه. ما تنطقوا انطقوا، قولوا انتوا ايه. انا حاسة بيكم كلكم، شايفة الدموع متحجرة في كل عين، سمع الصريخ مخنوق حزين في قلوبكوا دي. ما تبص يا صاحب الجلاله في الوشوش، اقرا اللي مكتوب في العيون. الرعب من فزع، نفس الجنون اللي انطردني في المنام. ده حرام حرام.
تمشي الخلايق ليه في حالها؟ طب انا بلاقي ربنا، انت مالك انت؟ عامه هم اخر انبساط العالم. يا جماعه بذمتك شفت انبساط؟ انا مش مهم. المهم التكنولوجيا. التكنولوجيا؟ التكنولوجيا ايه كله ماشي بالسليم، مالها بس التكنولوجيا؟ انتوا غاويين قديم. تكنو 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 تكنولوجيا. تكنولوجيا بقرع إيلوجيا تحكيلوجيا عدو. ده هو قمر الغلابة بالعجائب. تكنولوجيا بقرع إيلوجيا تحكيلوجيا عدو. زخرفوا من برا برا لكن يعجب الزبون. واللي نفسك فيه يا سيدنا نعمله مهما يكون. المهم فلوس عندك ما تظهر لو العيون. عشر ومئة مليون طريقة كل شيء معمول حساب. ده كله محسوب بالدقيقة. السؤال مرسوم جوابه. فيه ايدين وقلوب جريئة شغالين كله بثوابه. لاجل تخنق في الحقيقة وكل بق انت بابه. في ما بيننا بحور غريبة يبقى ايه يابا اللي جابه. في ما بيننا بحور غريبة يا جولة نار. ايه يا والدي؟ لسه صاحي؟ طب وحنام ازاي؟ دي يظهر لعنة. لعنة. ليه يا بنتي؟ ما انت شفتي. انت مش قلتيلي نزل للرعية؟ اديك نزلتي. شفتي ايه غير السعادة؟ كل شيء فوق الزيادة. الهدوم آخر فخامة، البلد آخر حضارة، البيوت شفت البيوت آية في فن العمارة. كل ده يا والدي مرسوم للزيارة. إزاي بس يا بنتي؟ دول كلهم يومين. طب كل ده إزاي اتعمل؟ هو احنا فين؟ كل شيء ممكن يا والدي. الزخارف؟ أي نعم ممكن تعدي، والنظافة والزينات والمظاهر كله ماشي، بس مسألة البيوت أهي دي اللي ما تلحقش في يومين تنبني كل البيوت، مش كده ولا إيه يا جولة نار؟ ما أقدرش أكذب قلبي، إحساس غريب بيقول لي في شيء عجيب. طب ايه هو؟ ايه الجواب؟ نزور كفر الغلابة تاني يا جولة نار، ما احنا لسه راجعين من الزيارة. لو سمح مولاي اقول لك، انت ما زرتش بقى كفر الغلابة؟ لا بقى كل اللي ده انا زرته ومعايا الخرايط اهي في جيبي. مش بالمكان يا والدي. امال بايه؟
مولاي زار كفر الغلابة كملك. عاوزاني أزورها بصفتي إيه؟ جرب تزورها مرة وإنت مش ملك. لو كل حاكم مرة واحدة في الحياة جرب وعاش على إنه محكوم بس يوم، هيشوف كتير كتير قوي. يعني نرجع عادي جدا زينا زي الرعية من غير المناصب والمواكب السنية. متخافة يعني؟ أيوة بالظبط، نلبس لبس عادي مش ملوك. أنا نفسي نفسي لو عديت على ناس يعرفوك ما يعرفوك، وساعتها هتشوف اللي أنا عايزاك تشوفه. بس إيه لازم ده كله؟ لما تشوف اللي أنا شفته هتعرف. أنت شفت إيه يا بنتي؟ أنا شفت الناس يا ولدي على الطبيعة، شفت ألمهم وشفت حاجات فظيعة. إمتى ده؟ مرة خالفت الأوامر. أسفة يا والدي، غصب عني. أنت غادرت السرايا؟ أيوة غادرت السرايا لابسة لبس وصيفة. يومها شفت وسمعت اللي كان نفسي أسمعه في كلام الهيبة دايما تمنعه. أرجوك يا والدي أرجوك مرة واحدة تبقى محكوم لجل خاطري. لجل خاطرك؟ ما انت عارفة ده انت عمري. بس لو رحنا زرناهم ولقينا الناس سعيدة هتلاقيني من سعادتهم سعيدة. خلاص اتفقنا، بكرة هنزوغ ونتخفى تمام ونشوف سوا كفر الغلابة. يا سلام. بس الوزير والحشية وعيون الوزير ما تحمليش الهم يا حبي الكبير. مش ناوية تجيبها البر؟ تصور تصور لما الحاكم يتحول محكوم ويخش الكفر. يا فكرة تجنن بعد الشر، لو كل الحكام سمعوها وعملوها وصارت تقليعة يا خرابي ده تبقى فظيعة فظيعة. ده الدنيا تبقى حلاوة والناس ترتاح على الآخر. معقولة حلاوة تري الحاكم قدامك مثلا في طابور العيش ويقول لك حسبي يا بنتي ما تزوديش، رغيفين يا ابني وكتر الرطة. طب وانت بقيت يا نهارك ليه بقى؟ هو اللي يزوق الحاكم في طابور العيش هيعيش؟ هو هياخد سيافه معاه؟ ودي تيجي قال ياخد سيافه معاه. قال معقولة؟ طب هياخد معاه يعني حاكم هياخد معاه سياف يعني؟ مال هيسيبه يا شطر؟ طب دول مش واخدين السياف رايحين من غيره، ايه اللي هيجرى يا سفروت؟ ده احنا هنضحك لما نموت. على ايه؟ على اللي هيجرى. ايه اللي هيجرى؟ معقول اللعبة دي تعدي وتفوت؟ على مين؟ على طبعا الوزير وياه. قصدك يعني هيتقسم ويحلق ويحوش وكانك ابو زيت مقاليت ولا غزيت ولا حاجه خالص كده؟ هتشوف. طب انت كمان هتشوف يا سفروت. وانتوا كمان هتشوفوا، وانتوا اللي هتحكموا بيني وبينه. انا قلت هيفقسهم. وانا قلت ترهنيني؟ هضربوا الاعور على عينه. اعور؟ ده انا رهنك وعلى عين ابوك. اتفضل اتفرج. واتفرج يا سلام، هتشوف متكلفه معزومه يا جيران بالهنا والشفاء. اتفرج يا سلام، حتوصه مكلفه معزومه يا كرام الهنا والشفاء. ده كلامنا في التمام ولا يجرى في المنام. ده كلامنا في التمام ولا يجرى في المنام. واتفرج يا سلام، اتفرج يا سلام، اتفرج يا سلام، اتفرج يا سلام. You.
فضحتي. والآن أيها الكاتب، والآن أيها السادة الكرام، غادر مولانا المعظم، غادر مولانا المكرم، غادر هذا المكان ومضى بالسلامة والأمان. ويسعدني أن ألتقي بأحد المحظوظين أهل هذا الكفر السعيد. مساء الخير يا فندم. ضحك وقال حلو 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 قوي. يا سلام، حلو حلو حلو، تعبير جامع مانع بليغ وذكي. حلو حلو حلو، كل ما في الكفر حلو. حلو حلو حلو، عهد مولانا المعظم كله حلو. حلو يا حلو يا حلو يا حلو يا حلو. عزيزي المواطن الرشيق يعبر عن الفرحة الغامرة في أعماقه بالرقصة الشعبية لأهل هذا الكفر المسمى حلو يا حلو. أيها المواطن السعيد، هل أنت سعيد إلى هذه الدرجة؟ ما هو شعورك؟ ما هي أحاسيسك وأنت تواكب وتعاصر موكب التاريخ والحضارة الذي عبر هذا المكان وتهادى تاركا بصماته وعلاماته على هذا البلد الأمين؟ مش هقول لي. طب هادي ديت قدام براخيل. هادي بادي ايه؟ سيدي محمد المغدادي شالوا شالوا حطوا كله على دي. وادي البيض، وادي اللي سواه، وادي اللي حبره، وادي اللي قشره، وادي اللي قالها. يا سلام، قال فأوجز هادي بادي، أي أن القرن الحادي والعشرين بادي بالخير والعظمة. سيدي محمد البغدادي، أي أن مولانا المعظم الممجد المحمد قد بغدد شعبه بغدادة عظيمة حين شاله من وحدة الفقر وحطه في الذرة بين النجوم. هدمة حلوة يا شاب. يا سلام، هل أنتم تسمعون يا حضرات المستمعون؟ إنه يمسك بملابسه الجميلة ويقول انظروا انظروا ما أنا فيه من سعادة. إننا سعداء حقا حقا سعداء. لا حواجلها، مش هلبسها ابدا 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 الا في ليله العيد. هاي اللي جنن يهوس. اهو انت اللي هتفقسي. يا سلام، هل انتم تسمعون يا حضرات المستمعون؟ انه يقول ان هذا الثوب هو اسعد الثياب التقى بالمليك فيه ولن يرتديه ابدا 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 الا اذا جاء الملك مره اخرى الى هنا في وجود الملك عيد. اي عيد عليهم. يا ابو خصم خلاص ليه كده؟ وها هو ايها الساده الكرام قائد شرطتنا الهمام الساهر والناس نيام يراقب الشعب باهتمام. مساء النور يا فندم. ما هو انطباع سعادتك عن زيارة مولانا المعظم الممجد إلى هذا الكفر السعيد؟ هو في الواقع وفي حقيقة الأمر أيوة إن الموضوع يعني لو سمحت يا فندم، ليه حضرتك بدأت كلامك بالواقع؟ اي مسؤول تكلميه لازم في الاول يسكعك في الواقع. هو في الواقع وفي حقيقه الامر ايوه
ان مولانا الله يخليه ويبارك لنا فيه ويطول عمر جلالته يا نغم ويطول عمر جلالته ويطول عمر جلالته وسمو الأمير ربي يخلينا ويبارك لنا فيها ويسعد لياليها أهو سمو الأمير ربي يخلينا ويبارك لنا فيها يسعد لياليها وكذلك مولانا الوزير الله الله يا سيدي ده الوزير اصحى معايا يا اخويا ده الوزير اصحى يا سيدي اصحى ده الوزير يا ليلى ليلى مولانا الوازي الله الله يا اخويا ده الوازي وكذلك مولانا الوازي اصحى معايا يا سيدي ده الوازي الله الله يا اخويا ده الوازي ونظرا لاقتراب موسم الترقيات ربنا يخلينا سيادة الوزير كلنا ماشيين على نهجه ومتتبعين لخطاه احنا ماشيين وكذلك مولانا الوزير اصحى معايا يا سيدي ده الوزير نور المملكة الصابع وشعاع الحكمة الرائع وكذلك مولانا الوازي الله الله يا سيدي ده الوازي نور المملكة الصادع وشعاع الحكمة الرائع الحمد لله سهرانين على راحة الشعب الأمين راحة الشعب أمن الشعب وضع الشعب كيان الشعب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والأمن يا فندم إيه يا فندم الأمن يا فندم بالنون أيوه الأمن يا فندم على راسنا من فوق كله مستتب والحمد لله كله تمام واخر جريمه حصلت يا فندم
فندم كانت امتى؟ اخر ايه يا فندم؟ اخر جريمة. جريمة؟ اي فين يا فندم؟ هنا في كفر الغلابة؟ مفيش، معقول يا فندم؟ العياذ بالله. شوف يا استانم، الحمد لله الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. كل الناس هنا والحمد لله اصدقاء اوفياء سعداء. بص سيادتك تجد البشر على وجوهه. شوف ابو غربيه صفرة ده، ما شاء الله عليك، السماحه في الوجه، التخدينه الجميله، الدم الازرق في وشه. ربنا يوم ما خلق الغضب خلقه قسمين، قسم على الناس كلها وقسم له هو الواحد. ما شاء الله. شوفي هناك ابو غربيه برتقال، كمام زرقاء، وليلته زرقاء وسنده زرقاء. هنا بقى يا فندم فيه ما شاء الله، الراجل ده كان زميل خوفه في المدرسه. لا يا فندم. ده فتح الباب لنابليون، ده له تاريخ، ده ما شاء الله عليه. ده الواحد يرسمه في لوحه ويكتب تحتها انظر حولك عندنا مشكله. الحمد لله. شوفي سيادتك يا فندم، الناس كلها مع سيادتك وقدامك تحت امرك. اللي تحب تسأليه منهم اتفضلي سيادتك، اسأليه اي حاجه انت عايزاها. اللي بس يجاوب ولا يتكلم ولا بس ينطق يحاول يفتح بقه، شوري عليه انا اتصرف معاك كويس. شكرا يا فندم. عفوا. الف شكر. والله ما له لازمه التعب ده يا اخوانا. واي يسعدنا ان نلتقي بحاكم الكفر السعيد. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا 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 بيكم في كفرنا السعيد. زياره مولانا فعلا عيد زي ما قال المواطن ده بالظبط. مصطفى. ايوه عيد. هجمه حلوه قوي. مبروك. عجبك؟ شايف يا واضح ان الحكم في الكفر ده يمثل الديمقراطيه في اعلى صورها، ان المواطن ينادي الحاكم باسمه المجرد ويقول له يا مصطفى يا مصطفى، بل ويقول له يا واد يا مصطفى. ما هو تعليقك يا سياده الحاكم؟ ديمقراطيه يا فندم، ديمقراطيه، مش عاوزه تعليق ولا حاجه ابدا، كله زي بعضه. امال ايه؟ حاصل تمام زي ما حضرتك قلت بالظبط. واد عطا، تعال يا ابني. ايوه وحضرتك يا فندم. ايوه فندم. توليت منصبك بالانتخاب ولا بالتعيين؟ لا هو في الحقيقة بإيه؟ ولا لا؟ والنتيجة؟ كله طبعا، ما حدش عندنا بيقول لا أبدا. ليه يا فندم كله بالحب بالاحترام باتفاق الشعب العظيم. شكرا يا فندم، ألف شكر. العفو يا فندم، أي خدمة. مال من ساعة ما دخلنا وأنت مكشر، في حاجة؟ عامل لك ايه يعني يا ست؟ اغني؟ يا سلام مطرب يا سلام. فعلا واضح انك موهوب، ويقولوا مفيش اصوات. سامعين يا حضرات المستمعين، انا نلح كثيرا ونقول ان المواهب هناك في الريف، انزلوا اليها فتشوا عنها. اتفضل غني غني يا وحوة. غني يا وحوة. انا هانم لو غنيت راح اغني غنى، بس اللي منعني اللي في ظهري، واحوح اللي في ظهري تعبني شويه. يا عم ابعد عني. ايه ده نقطه؟ شفت الصح؟ اصبر يا والدي. اصبر يا والدي. اصبر لحد امتى؟ للنهايه. احنا اتفقنا نشوف ونسمع وبس. حاضر يا بنت. ده
احنا عايشين في خير ونعيم. ما تخف ايدك يا ابني وتخلي الكريم. حاضر يا والدي. يا ساتر يا رب. وحضرتك يا فندم واقف وراك بتعمل ايه؟ والدي يعني ما سندوش ومطب ساكن ما لحقوش. هو والد حضرتك؟ ايوه. حتى عمار عمار يا سلام، شايفين اخلاق القريه؟ الابن بيسند ابوه، خايف لا يقع في الزحمه ولا يتوه، وهو ده بقى يا حلوين اللي بنسميه بر الوالدين. تحب تقول ايه لاخواتك الحلوين اطفالنا التعميد اللي شبهك يا عينيا؟ انا بحب ماما، ما بحب فيما يطلبه المستمعون بتهشكوا؟ يقولوا ايه؟ جايين نهشك الناس يا باشا؟ ما تجيش من بكره. لا تجيني ورا وتجيب التصوت والحلقه دي معاك. ما يضحكش. وانت شيل ايدك. تمشي بالاوامر، تقف بالاوامر،
تنام بالأوامر، تصحى بالأوامر، تتعب بالأوامر، تشرب بالأوامر، تاكل بالأوامر. إزاي؟ النهاردة تطبخوا مثلاً سبك، يبقى كل الكفر ده يطبخ سبك، كله كوسة، كله كوسة، كله بامية، كله بامية، كله بامية. اسكت ولا كلمة. أنا حرمك علقة أخليك تطلب مساعدة. أيوة يا بنت سامع سامع سامع. سامع؟ أنا قلت حاجة يا ابني؟ طيب سمعت الرعد في ودانك، موافق ولا رافض؟ أرفض إزاي؟ حد يستجرى إنه يتحدى الأوامر؟ أنت شكلك مش عاجبني. ليه بس يا ابني؟ خلاص تلكيك فكرني هتبروع ندي السياره في عيادتك. لا ايه ايه فزعتك؟ بنتك؟ ايوه يا ابني. قد عفونا عنه إكراما لخدمة. فكرنا قبل ما نروح مكرمة ومكرمة من أجل وردة. مصطفى أمرك يا مولاي العظيم. إيه أمرك؟ أيوة فندم خير. إيه يا مصطفى؟ خير يا فندم. أنت تؤمر. إيه ست الحسن دي في الكفر ده وأنا مش هنا ولا إيه؟ أيوة بس في الحقيقة يا فندم دي مش من كفرنا، دي من كفر تاني يا فندم. آه جمال غريب مش من هنا. عابد سليم. وبعدين بقى نعم في ايه بس يا ولد؟ هو مولانا المعظم قال شيء غلط؟ اعجاب بريء من حضرتك، تقدير لخلقه ربنا، مش ده اللي قصده حضرتك؟ يا نهار مني. ما شاء الله. تمام يا ولد، احنا نحب الجمال ونقدره خصوصا لما يكون قوي بالشكل ده. حد كده في ايه بس يا والدي؟ هو متشكرين قوي يا حضرتك. العفو يا سيدي الملاعب، ممكن لحظه؟ ولا كلمه ولا كلمه. انا خارج حصليني فهماني. طبعا بس انطريه. أنا أغنبك وحسيالك وحشملك بالعطف دايما، بس أنت كوب عجوز النحس اللي معاك. حد يمشي مع مدير 44؟ طبعا هيحصل هيحصل. خلاص يا والدي، أنا أغنبك وحسيالك وحشملك بالعطف دايما، كل ليلة هبقى عندك، في كلام كتير بيني وبينك يا جميل مستني ردك. أنت قارفني من أول القعدة أوي. اللي بعده اسمعوا بقيه الممنوعات. ممنوعات انك تفكر جوه او بره البيوت. ممنوعات انك تفكر. ممنوعات برضه السكوت. ممنوعات انك تعيش. ممنوعات انك تموت. ممنوعات انك تكشر. ممنوعات تضحك بصوت. مهم قوي البند ده يا جميل. ممنوعات تثبت جمالك حد تاني لسحلولك. انت تؤمر في الممالك، كل شيء يا جميل راح نعمله لك. يا عم انا عايز اللي بعده. واللي بعده يا ابني اسمعوا الانعام تمام ونحنوله باحترام. انتوا عارفين يعني ايه معنى انعام يا رعاع؟ يعني امر من السرايا، محترم مرهوب
يطاع، يعني يتنفس في لحظة بمجرد الاستماع، واللي هيخالف هيندم، واللي هيعصلك ده ضاع، يندبح ونرمي لحمه للديابة والسباع. ها انتباه، اسمع يا كف، كله يقلع. من يقلع من اي حد فيكم لابس بنزميري يجيبها هنا فورا. اوعى ايدك وانت راخر. يعني ايه؟ انت سامع ولا ميت؟ يعني قصدك اقلع؟ مش قلنا دي هدوم الحكومه؟ طب اوعى ايدك. طيب اف واقلع. طب انت عارف يا اخويا براق ده حتى بتجيب حساسيه. وانت روح كمان تقلعي. اوعى ايدك، قصر ايدك. اقلعي يا صنف كلب. اقلع في دارنا وارميها لنا. هتقلعي هنا مش في داركم. هشيلكم. اقلعي. ربنا على المفتري. استغفر الله العظيم. هصبر لحد امتى؟ في النهايه لسه في حاجات زي الحكايه. وحضرتك مش هتقلعي؟ وحضرتك محتاج عزومه؟ قلنا دي هدوم الحكومه، يعني تقلع قبل ما نهز الكرامه. لا 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 لا، دول سيبهم، دول معايا. امر مولاي. لا مؤاخذة يا والدي، اقصد يا مولانا. تعرفني؟ لا يا والدي. بيقول لي يا مولاي الكرامة اللي خدي. انت يا بوبا. بوبا كنانوه. قلنا على هدوم الحكومة. على رأي احنا قد الحكومة. يا ابني بالراحة عليه لا يتفك منك. مش مهم الهد، مش مهم العروس ده، انا حتى نسيت شكل العروس. خلاص يا ناس، خلاص خلاص يا ناس، انفض المولي ده، هو ضيعتوا فرصة حياتكم. كله يجي يقلع يا هو. يقلع يقلع يقلع. اخلص يقلع يقلع. اخلص اقلع اخلص اقلع. اخلص. لا لا يا ساتر، دي هدمه زي الهم والعن. لا لا حرام. ايه؟ لا لا ناوي تهرب؟ لا لا. طب مش هتقلع؟ لا هبوس ايدك. لا قعد هنا. سيب اوعى ايدك هتتقطع. مش قلنا تقلع؟ لا هتبت. مش قلنا عهده؟ عهدتي جوا ضميري. انت ايه هتسوي الهبل؟ سيبوه ولدي. اقول سيبوه. سامعيني اهو. اسكت عندك. انت اللي قلت سيبوه؟ لا لا العفو يا مولاي، ده انا اللي يا خبر. والله ما اعرف. طب لجنة العيون الحلوة دي قلعوه. لا لا يا ناس، لا حرام. طب سيبوه على يا جمع. طب طب هعيط فيها بس. ها مرة واحدة بس. طب هلف الكفر بيها لفة واحدة بس. اسمع اسمع اهو يا حلو اهو بيقول سيبوه. اسمع إذا ما بطلش المعافرة اسلخوا له جلده راح. اسلخوه اسلخوا جلدي وسيبوها. جلدي راح يطلع لي تاني. إنما الهدمة لا، موتوني اقتلوني، بس في الهدمة الجديدة، في الهدمة الجديدة، في الهدمة. يا
جاي، ولازم تكون نضيف قوي وفرحتي فرح يكفي عمري. لا لا واكتر. ياخدوها ليه؟ عملت ايه؟ انا ما اتكلمتش ولا حاجه، ما فتحتش بقى. لو كنت تعرف عاوزين ياخدوا الهتمة بتاعتي، كنت صرخت باسم ما فيا وقلت مولانا اضربوا خليهم يسيبوا لي الهتمة. حبيبتي أدعيك فيها والبسها في ليلة العيد الجاي، وعدي على أولاد الكفر بحالهم رجالة ونس وستات، ولا اقولش لحد سلام عليكم. وهم يقولوا سعيدة معدة هو، يا سلام على سعيدة والهدمة بتاعت سعيدة، يا سلام هدمة حلوة. ألف رحمة. ألف مبروك. فصلوله وطوب زهور. كان حياته حلم عمره، والسرور كل السرور. هدمة حلوة. جلابية. مش كتير. مش كتير. مش كتير على عيط الإنسان. أهيانا يا إنسان. مسكين. مسكين الإنسان. بيعيش العمر بحاله يحلم. بيسافر بخياله. بيتمنى لو مسك الحلم وطاله، بيمد ايديه على اخر جهده وبيسقط في الاخر من طوله. خيال الانسان الغلبان، غلبان، وامال الانسان الغلبان، غلبانه زي الالوان البهتان. يا هنا يا دموع محبوسة وخنانة. I'm
اسمعني يا قائد عام الشرطة. خير يا مولاي. الراجل خطفوه وبنته. راجل مين؟ الملك الخايب. ما قدرش يدافع عن نفسه، خطفوه الأوغاد. خطفوه. اسمعني كويس. امبش لقبورهم، دور فيها، اقلب لي الأرض عليها وطيها، اقتل كل اللي يقول لك معرفش. كل الحشرات دول عارفين، هم اللي خدوه. قال عايزينه يشوف غصب عنا، مش عايز يشوف ولا يسمع حاجة، لازم يفضل على حاله زي قرود الحكمة، لا يشوف ولا يسمع ولا يتكلم. هخنقكم بإيديا جميعا، هشنقكم، هقطع فيكم. لازم يا كلاب السكك السعرانة تعترفوا أو قسما عظما. كل إنسان هيقول معرفش هقطعه من الغنوغ. فين الملك المخطوف الغايب؟ أنا هو. شايل كل ذنوبهم، حمل كتافي تقيل. سامحوني، انا شفته هو بعينيا، حسيت بالكرابيك فوق ظهري. من لسع الكرابيك فوق ظهري المظلوم. اقسم بالله كنت اتمنى اشوفكم سعداء عايشين في الخير والعدل. الحكم يا أولادي بيساوي العدل، يعني الحاكم والمحكوم واحد. كان نفسي أشوفكم قدامي بالبسمة الحلوة، بالقلب المفتوح الصافي، أسمع مشاكلكم ونحاول مع بعض نحل
مش كدب في كدب في كدب. انا ما طلبتش تزويه حتى ولو كان الامر الواقع مر، كنت اتمنى اشوفه واعرف مشاكلكم. ما عرفتش حاجه الا لما بقيت واحد منكم من غير تشريفه وعسكر ومواكب، وانا لابس هدمه واحد منكم. انا منكم، ايدي في ايدكم، نمسح بايدينا دموعنا ونحاول تاني نرد البسمه اللي اتسرقت، ونجيب الضحكه اللي اتخنقت، وليالي الحب نرجعها. انا هو قدامكم، ساعدوني، ادوني قلوبكم، وبعد ما نخلص من الخونه وذل الخونه هنقعد نسمع بعض ونشيل كل الجدران ونشيل كل القضبان اللي بتفصل بيننا وبين بعض. شيل 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 كل القضبان وافتح طاقة نور وادخل الأمان هيبان المحظور. لو هديت الزور هتشوف المحظور والمتخبي بان. شيل كل القضبان وادخل الأمان واسمع 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 تقدر تفهم أجدع. واسمع 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 تقدر تفهم أجدع. مهما تقول الكلمة اللي نقولها بتوجع أحسن من التزويقة وأحسن من اللي بيفضع. خلي وشوشنا مراية هتوريك الأروع. شيل كل القضبان وادي الكلامات. شوف 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 بتشوف التشريفة صورة خلق ضيفة بس الصورة مخيفة من غير الألوان. بتشوف التشريفة صورة خلق ضيفة بس الصورة مخيفة من غير الألوان. شيل كل شيل 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 كل القضبان.